إضراب المعلمين في المدارس الخاصة جزئي والتوجه نحو التصعيد. خلينا نتروى شوي وما حدا يهدد أنه أنا بسكر المدرسة. فضل الله ملف جي دي أس وتلزيمات الخلوي في عهدة القضاء. شيلوا علاقة بشركة جي دي أس اللي مطعون بقرار الوزير اللي أعطاها هذا هذا النهر من المال. عون نعمل على تعزيز علاقات لبنان بالدول العربية. وفد الحكومة السورية يصل جنيف غدا. أهلا بكم. نفذت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابا تحذيريا اليوم على أن تلتقي غدا وزير التربية مروان حمادي الذي قال إن المعلمين وعن حق يريدون التمسك بما أعطاهم إياه القانون 46 بمادته التاسعة وبالمواد التي وحدت التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص، وبالتالي نحن أمام معضلة مستمرة لا تستطيع الدولة أن تحلها بضخ مئات المليارات لتغطية هذا العجز وهي عاجزة أصلا. ومن جهة أخرى لابد أن تستمر السنة الدراسية بشكل منطقي ومستمر، وقبل اكتمال الصورة فإنه لا يكون من داع لأي إضراب، ويجب أن لا يذهب أحد بالأمور نحو النهاية لأن عدم دفع الأقساط سيؤدي إلى إقفال المدارس ومنع التعليم عن التلامذة. سياسيا وفيما أمل رئيس الجمهورية ميشيل عون أن يحمل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على الصعيد الداخلي، وقال إننا نعمل على تعزيز العلاقات المتينة التي تجمع لبنان بالدول العربية والأجنبية. عاود رئيس الحكومة سعد الحريري نشاطه في بيت الوسط مستقبلا الزوار. وفي مجلس النواب تحدث النائب حسن فضل الله بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات عن مخالفة وزير الاتصالات جمال الجراح عندما أعطى شركة جي دي أس نهرا من المال وسهل عملها على حساب شركة أوجيرو عبر قرار إداري للحصول على تجهيزات أوجيرو ومعداتها. وكشف فضل الله أنه اجتمع مع شركة جي دي أس في حارة حريك بناء على وساطة أحد النواب، وأكد لهم أنهم غير محصنين لا قضائيا ولا قانونيا وأن الشركة تعمل خلافا للقانون. وأضاف أن الملف الثاني الذي لا يقل خطورة هو التلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي وأن الفارق بالأسعار يبلغ 20 مليون دولار، معلنا أنه تم تسليم النيابة العامة المالية محضر اللجنة بناء على طلب المدعي العام. وأشار فضل الله إلى أن النائب سامر سعادي أبلغ اللجنة استعداده للمثول أمام القضاء وتزويده بكل الوثائق والمستندات التي يملكها على الرغم من الحصانة، ملمحا إلى رفض وزير الاتصالات جمال الجراح التجاوب مع النيابة العامة المالية للإدلاء بإفادته متذرعا بحصانته. اللجنة ناقشت دور الإعلام بحضور ممثلي القطاع وأكدت أن مؤسسات الإعلام في لبنان معنية بأن تقدم رسالتها بكل موضوعية وأن تحرص على المصلحة الوطنية والاستقرار وتعزيز سلطة القانون. نبدأ من إضراب نقابة المعلمين في المدارس الخاصة والتفاصيل مباشرة مع زميلة جوال الحاج موسى من نقابة المعلمين. جوال، ماذا عن مستوى الالتزام بالإضراب أولا والخطوات التي تنوي النقابة اعتمادها في الأيام المقبلة؟ كاترين، كما ذكرت هو إضراب دعت إليه نقابة المعلمين في القطاع الخاص في التعليم الخاص لي هو مطلب أساسي واحد دون الدخول بتفاصيله. تطبيق القانون 46 الذي يقتضي دفع رواتب الأساتذة وفق القانون سلسلة الرتب والرواتب دون أي نقص، دفع هذه الرواتب كاملة، والمدارس الخاصة لم تلتزم حتى الساعة
بهذا القانون، لذلك الأساتذة في التعليم الخاص ينفذون اعتصامهم، وهو على ما يبدو اعتصام جزئي، ولكنهم يؤكدون أنه ذاهب نحو التصعيد. جولة يعني سريعة قمنا بها عند المدارس أو في محيط المدارس هنا في بيروت، على ما يبدو أنها لم تلتزم جميعها بهذا الاعتصام. كل صيدة مسكرة. طبعا كل صيدة مسكرة. في مدارس بيروت كمان لم. بعرف أنا عم بحكي كل صيدة مدارس صيدة مسكرة. أنا بطبيعة الحال جزء من هذه المدارس، وليس كل هذه المدارس التزمت كاترين بهذا الإضراب، ولكن للوقوف عند تفاصيل هذا التحرك الذي دعت إليه النقابة يوم هذا اليوم ويوم غد إلى جانب نقيب الأساتذة في التعليم الخاص. يعني الأمين العام ما حب فكرة أنه كل المدارس بس بدي أوضح شغلي. فعلا في مدارس لم تلتزم. اعتصام جزئي. دي معلمين. ما لنا علاقة بالمؤسسات، نحن بنقول معلمين مدرسة اكس مش مقدربين، مش المدرسة، نحن نقابة معلمين. شكرا لك. نحن اللي عم نقول، عم تقولي اعتصام جزئي، نحن نفذنا بكل المحافظات الصبح من الساعة 10، وفي كتير يعني وسائل إعلام نقلت مظاهرات اللي صارت، إن كان بشمال أو بصيدا أو بجوني بجبل لبنان أو بالمناطق كلها. هلا نحن داعيين للقاء إذا بديك مع دعينا يعني الزملاء المتضررين من يلي عم بيصير بصندوق التعويضات للقاء معهم اليوم ساعة 2 تنتشاور نحن وياهم تنحطهم بصورة اللي عم بيصير. بالعكس نحن عنا تحركاتنا كمان، بعد اليوم في تحركات، بكرة في تحركات صوب وزارة التربية، موعد مع وزير التربية لنطلب منه بدنا تنفيذ القانون 46. طبعا بهذا الإطار نائب، يعني أنا بالنهاية ما بدي أنفهم غلط لمكان ما، بس في مدارس خاصة فتحت أبواب، والمدارس الكاثوليكية على وجه التحديد، يعني لا رح أقلك مش كلها، بس في كتير قسم كبير يعني فتح أبوابه. هل بتشوفوا بهذا الشيء وسيلة ضغط على الأساتذة إما أنه تعلموا أو بينخصم هيدا النهار من فراسكم؟ يعني تحدثتوا عن هيدا أساليب الضغط يلي تعتمد من بعض المدارس. في 3-4 نقاط رح جاوب عليهم دغري. الإضراب بتدعي لي نقابة المعلمين بعد قرار جمعيات عمومية، وبالتالي نحن بندعي المعلمين أنه ينفذ الإضراب أو يلتزموا بقرار النقابة. في كتير إدارات مدارس بتضغط على معلمينا بطريقة ترهيب، وصار في أساليب جديدة غير مسبوقة يعني، وتعابير عم تستعمل لأول مرة مثل الدواعش وإتسترا. علينا نحن كأعضاء مجلس تنفيذي أو كمعلمين ومربين بهالمدارس بنظرهم عم ترهبوا الأساتذة ليشاركوا، حتى قيل إنه وثنيين يعني، بس المشكلة مش هون، مش إحنا، بس تقلك إنه في ضغوط على زملائنا. أنا المعيار عندي بنجاح الإضراب هو التزام كل الزميلات والزملاء، وإذا بتبرم عليهم واحد واحد بكل المدارس بيقولوا لك إنه ملتزمين بأحقية القرار اللي نحن عم نطلب لهم فيه تحت أمرهم، يعني من وراء طلبهم هن ذاتهم. إذن المعيار هيك، الترهيب ولا مرة خوف المعلمين، التهديد بحسم إن كان سلفة غلا معيشة أو أيام من العطل أو شو ما كان، يعني ما رح يوقف إذا بدك تعبير المعلمات والمعلمين حول القانون 46 وأحقيتهم. الموضوع المهم هو هلا اللي عم نحكي فيه اللي عم بيصير بصندوق التعويضات يلي في عنا ممثلين نحن عم يعملوا اللي ما بينعمل لحتى اللي يمشوا أمور، وهيدي منا قصة عاطفة ولا استرجاع. موضوع صندوق التعويضات يعني ما مدى دقة الحديث عن أنه بعض المتقاعدين ما عم ينمضى الوراء يلي لازم هني يتحكموا فيها؟ وتحدثت عن أحدى المعلمات المتقاعدة اللي هي عندها بتعاني من مرض السرطان ومش قادرة تاخد تعويضة من صندوق. وفي غيرها كمان للزميلة ويلي عن جد حالتها يعني مؤثرة جدا، وبدون ما نسمي حفظا للكرامات، نحن كل شيء عم نقوله موضوع صندوق التعويضات ما لازم يستعمل لا من قبل النقابة ولا من قبل الاتحاد المؤسسات، وخصوصا مش من قبل الدولة. مادة ما عم بيصير بصندوق التعويضات يعني في أكثر من 700 زميلة وزميل وصلوا لنهاية خدمتهم، كان لازم ينعمل الحسابات على القانون 46، انعملوا هالحسابات، ولكن بالنتيجة في
في شيك بده يطلع بأمضاويات ثلاثة بيناتهم ممثل اتحاد المؤسسات التربوية ومساقبل أب بطرس عزار يلي متمن يعني ممتنع عن التوقيع بالوقت يلي ممثلنا نحن استاذ جمال حسامي موجود حط يعني وقع الشيكات الصرف واستاذ فادي يراق بكونه رئيس مجلس الإدارة بعده لهلا كمان ما وقع بانتظار توقيع. يعني المشكلة انه ما عندهم مدخيل ما عندهم ابدا مدخيل ومش عم توصل لهم حقوقهم. شكرا لك. شكرا لك. الاجواء في الاعتصام في يومه الاول للأساتذة. شكرا للزميلة جواد الحاج موسى من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. طالب وزير التربية مروان حمادي الأطراف المعنية بعدم تحويل الطالب إلى كبش محرقة في قضية عدم دفع المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين في القطاع الخاص، وأشدد على ضرورة استمرار السنة الدراسية بشكل منطقي، موضحا أن المعضلة مستمرة ولا تستطيع الدولة أن تحلها بضخ مئات المليارات لتغطية هذا العجز. معضلة مستمرة لا تستطيع الدولة أن تحلها بضخ مليارات مئات المليارات لتغطية هذا العجز، وهي عاجزة أصلا. ولا أريد هنا أن أدخل في متاهات السياسة والاقتصاد والمال. ومن جهة أخرى لابد أن تستمر السنة الدراسية بشكل منطقي ومستمر. غدا سأجتمع بنقابة المعلمين. فشة الخلق هاليومين من حقهم. في معلمين ما تبعوها في مدارس ما أضربت، في مدارس أضربت. في أوضاع غير مستقرة. لو أنا عارف إنه في أطلع مجلس وزراء بعد يوم يومين أسبوع ما بعرف، إن شاء الله نرجع نطلع إلى المؤسسات الدستورية بشكل منتظم. ولكن بهذه الأثناء سأستمر بجمع لجنة الطوارئ ولو يعني إرباً إرباً. مش كل واحد يأخذ مسدس يقوس بأجره. إذا ما دفعوا الفصل الثاني المدرسة راح تسكر. ومش أنه بيكونوا حرموا الأستاذ من حقوقه، بيكونوا حرموا أولاده من التعليم. أنا برأيي ما حدا يدفش الأمور إلى الآخر، يعني يشوفوا شو عم بصير بالسياسة، كيف كل واحد عم يجرب يحط شوية يزيتها القصة، حتى ما أقول مي بنبيده لأنه يمكن بيد ما بتعجب كل الناس. فخلينا نتروى شوي وما حدا يهدد أنه أنا بسكر المدرسة والتاني أنا ما بعود بعلم والتالي أنا ما بعود أدفع أقساط. اجتماع للجنة الإعلام والاتصالات وأعضاؤها يطرحون من خارج جدول الأعمال المخالفات في ملف تلزيم شركة جي دي أس إضافة إلى تلزيمات شركتي الهاتف. طرح موضوع له علاقة بالاتصالات، خصوصا أننا اليوم سلمنا إلى النيابة العامة المالية محضر جلسة لجنة الاتصالات التي عقدت منذ أسبوعين، وهذا المحضر بناء على طلب المدعي العام المالي الذي وجهه إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أصبح في عهدة القاضي المالي. المعطى الأول له علاقة بملف شركة جي دي أس التي بقرار من وزير الاتصالات تعمد إلى تمديد شبكة فايبر و يعني أخذ مشتركين خصوصا في مناطق الكثافة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان. ومرتبط بملف الجي دي اس ما ذكره أحد الزملاء النواب من معطيات حول الحصول على تجهيزات من مؤسسة أوجيرو. الملف الثاني الذي لا يقل أهمية وخطورة موجود في المحضر وطرحه أحد الزملاء النواب وطلب بوضع القضاء يده عليه لهذا الموضوع، هو التلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي يعني ألفا وأمتي سي، في ملف لتلزيمات يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار له علاقة بتجهيزات وبتركيب محطات وما شابه. لكن المشكلة التي طرحت بهذا الملف هو التفاوت في أسعار التلزيمات بين شركة وشركة، بمعنى الأجهزة نفسها عدد المحطات متقارب،
آلية العمل مفترض أنه هي ذاتها، لكن الفرق هو 20 مليون دولار. هذا الموضوع القضاء هو اللي بيتولاه. نحن عم نحكي عن ملفين لهما علاقة بقطاع الاتصالات، شيء له علاقة بشركة جي دي اس اللي مطعون بقرار الوزير اللي أعطاها هذا يعني هذا النهر من المال، على نحن وجهة نظرنا على حساب المال العام. أنا اجتمعت بشركة جي دي اس بناء على إلحاحهم وعلى طلبهم وعلى وساطة أحد النواب، اجتمعت فيهم بمكتب الكتلة بحارة حريك، وقلت لهم هذا الكلام: أنتم غير محصنين قضائيا وأنتم غير محصنين قانونيا، إذا بيتبدل الوزير بيجي وزير عنده رأي تاني مثل ما أعطاكم قرار في قرار تاني، وما لكم حق تطالبوا بأي مكتسب لأنه أنتم عم تشتغلوا خلاف القانون. النائب الذي قدم هذه المعطيات هو زميل سامر سعادي، لأنه بناء على يعني طرحه اليوم أنه هو حاضر يحكي عن هذا الموضوع بشكل عام، وأنه طلب منه أن يحضر إلى عند المدعي العام المالي، وبلغنا بالجلسة أنه يتشرف بالذهاب إلى القضاء لتقديم ما لديه من معطيات ومستندات ووثائق، وأنه لم يتترس بحصانته النيابية لعدم الذهاب إلى القضاء، باعتبار أن الذي ليس لديه شيء يخفيه ولا يخبئه عن القضاء يذهب ويقدم ما لديه من معطيات، والذي لا يتورط بأي ملف ما بيكون عنده مشكلة بالذهاب إلى القضاء. وفي مؤتمره تطرق فضل الله إلى دور الإعلام وأعطى خلاصة ما وصلت إليه اللجنة بحضور المعنيين بالقطاع الإعلامي. المجتمعون، أي لجنة الإعلام، وزير الإعلام، المجلس الوطني للإعلام، نقابة الصحافة، نقابة المحررين، أكدوا على الآتي: إن الإعلام في لبنان يفترض أنه يتحرك من ضمن حدين. الحد الأول هو الدستور الذي يضمن الحرية الإعلامية بكل أشكالها للجميع في لبنان. الحد الآخر هو القانون، القانون الذي يرعى عمل الإعلام، مسؤولية على المؤسسات الإعلامية وفي مسؤولية على من يطبق القانون، أيضا مسؤولية على الجميع، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأزمات وطنية كبرى. مشروع قانون نقابة المحررين اللي مقدمه وزير الإعلام، وكان في بعض الإشكالات تمت معالجتها، لكن لم يصل هذا المشروع بعد إلى المجلس النيابي. عندما يصل إلى المجلس النيابي سنقوم بواجبنا الكامل. الأمر الآخر الذي أثير أن هناك شركات خاصة تحاول وضع اليد على البث التلفزيوني عبر الكيبل، عم تعمل يعني هيك شركة موحدة لاحتكار هذا الموضوع. طرح هذا الملف داخل اللجنة من أحد الزملاء النواب، وطلبنا بشروحات أكثر لنعرف بده يصير في احتكار بالمستقبل لهذا الموضوع أم لا. أعلنت الخارجية السورية أن الوفد السوري برئاسة بشار الجعفري يصل إلى جنيف غدا للمشاركة في الجولة 8 من الحوار السوري السوري. تفاصيل إضافية من جنيف مع مفادنا إلى هناك رامز القاضي. رامز، إذن هذا المؤتمر رقم 8 يعقد في جنيف، ما هو المرتقب من المفاوضات خصوصا مع إعلان الوفد السوري والخارجية السورية أنها غدا سيصل وفدها إلى جنيف؟ صحيح كاترين، المرتقب يعني بمخرجات ليس الكثير من جنيف 8، هي مفاوضات يعني ما قبل التسوية النهائية إنجاز التعبير. صحيح بيان، هناك بيان للخارجية السورية أكد أنهم أن الوفد الحكومي السوري برئاسة بشار الجعفري سيحضر نهار غد، سيصل يعني عبر بيروت إلى جنيف عند 12 ظهرا، ومن المتوقع أن يلتقي بمستورة في ساعات ما بعد الظهر لتنطلق فعليا هذه المفاوضات. ولكن من المتابعة كاترين أن يطار إلى مفاوضات مباشرة.
في جنيف. كذلك حصل أمر مهم ربما كاترين يعول على جنيف 8 انطلاقا من هذه المؤشرات اليوم، الحضور الدولي الكبير هنا في جنيف من قبل مبعوثي الدول الخمسة الدائمة العضوية الذين التقوا دمستورة صبيحة هذا اليوم. وكان هناك كلام للمبعوث الروسي قال فيه أن مسألة وكلام بالأمس نصر الحريري رئيس الوفد المعارض بشأن العملية الانتقال السياسي وشرط مسبق الرحيل الرئيس السوري بشار الأسد أنه مضر بهذه المحادثات. ولكن تقول هنا مصادر مواكبة لهذه العملية أن كلام المعارضة السورية هو فقط ربما للاستهلاك المحلي الداخلي داخل المعارضة، لسيما بعد الاتفاق الذي جاء في الرياض على تشكيل هذا الوفد وكيف ضم، والذي قرأ فيه تلطيف للأجواء والذهاب باتجاه يعني خفض هذا السقف، وبالتالي هذا الكلام لن يعول عليه كثيرا. قابله كان شرط يعني او قابله مساله رفض وفد الحكومه السوريه المجيء بعد هذا الكلام. اليوم ربما الجميع سيعودون الى هذه الطاوله، وكان هناك اصرار من قبل المعارضه على مساله نقطه اساسيه هي الانتقال السياسي، لكن مصادر هنا مواكبه لعمليه جنيف لاكيد ان هناك سلتان كاترين سيجري البحث فيهم من قبل دمستورة، هي مساله الانتخابات ومساله الدستور. عدا ذلك لن يجري البحث في مساله انتقال سياسي والسلتين الاخريين، بما ان ايضا مكافحه الارهاب جرى انجازه وربطه باستانا. بالنسبه الى وقت هذا المؤتمر كاترين، هناك كانت الدعوه من قبل الامم المتحده من 28 الشهر الحالي حتى 8 من الشهر، يعني حتى 8 من الشهر المقبل. هذا الامر تعزز بعد الاعلان عن تاجيل مؤتمر سوتشي، وبالتالي من المنتظر يعني ربما هذا يعطي دفع اضافي لهذه المفاوضات في الفتره المقبله. على كل حال يعني فعليا ساعات من بعد الظهر بعد لقاء دمستورة مع نصر الحريري رئيس الهيئه العليا للمفاوضات وغدا مع وفد النظام، يمكن القول ان هذه المفاوضات بنسختها الثامنه ستنطلق. وان يقول يعني هنا بعض من التقيناهم وبعض المصادر كاترين، لان اهميه اليوم هذا المؤتمر انه برعايه امميه، ولكن الشيء الفعلي هو يجري كان في استانا، وربما في حتى ايضا المسار الموازي الذي خلقه روسيا في سوتشي في شبوه، ولكن يجري التمسك نعتذر رامز، يعني الفكرة وصلت ويبدو أن الصوت لم يعد واضحا بشكل كاف. إذا كنت تسمعني رامز شكرا لك على هذه الرسالة المباشرة من جنيف. وبالعودة إلى النشرة، يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بيروت قبل ظهر غد متوجها إلى روما في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الإيطالي للبحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، كما سيتطرق إلى التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عون يوم الخميس مؤتمر الحوار الأوروبي المتوسطي ويلقي كلمة باسم لبنان، ويتناول مواضيع أبرزها كيفية الحفاظ على الاستقرار السياسي بما يتيح فرص التبادل والحوار والأمن المشترك من خلال بناء استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وطرق الحد منها مع احترام حقوق الإنسان. لقاءات دبلوماسية في قصر بعبدة أجراها الرئيس ميشيل عون عشية زيارته الرسمية إلى روما، فاستقبل سفير بريطانيا في لبنان هيوغو تشورتر يرافقه المستشار الأول للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط مع عدد من الضباط. وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية البريطانية ولا سيما الشق العسكري منها. وشكر الرئيس عون الوفد البريطاني على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة للجيش اللبناني، خصوصا في مجال إنشاء أبراج المراقبة على طول الحدود اللبنانية السورية، ما ساعد في مراقبة ومنع تسلل الإرهابيين عبر الجرود إلى الأراضي اللبنانية قبل تحريرها في معركة فجر الجرود. وأكد الرئيس عون جاهزية القوى الأمنية اللبنانية في ملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة عبر تنفيذ عمليات استباقية أثبتت جدواها وأحبطت مخططات للقيام بأعمال إرهابية تسيء إلى الاستقرار والأمن في البلاد.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، أعرب الرئيس عون عن أمله في أن يحمل الأسبوع المقبل المزيد من الإيجابيات على صعيد معالجة التطورات السياسية التي نشأت عن إعلان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته وتريثه في تقديمها، مشيرا إلى متانة العلاقات التي تربط لبنان مع الدول العربية والأجنبية كافة والتي يعمل على تعزيزها وتطويرها. كما استقبل الرئيس عون وفدا من معهد الدراسات الأمريكي إيست ويست، مشددا على أن وحدة اللبنانيين وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية عوامل أساسية في حفظ الاستقرار والأمن فيه وتمكينه من مواجهة التحديات على أنواعها. وتطرق إلى استمرار التهديدات الإسرائيلية وخطورتها، ولا سيما الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 الذي التزم لبنان تطبيقه، فيما لا تزال إسرائيل تمعن في خرقه وتجاهل الدعوات الدولية المتكررة للتقيد به، لافتا إلى ضرورة إنهاء معاناة النازحين السوريين وتمكينهم من العودة إلى بلادهم. وعلى صعيد آخر، أبرق الرئيس عون إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز معزيا بوفاة شقيقته الأميرة مضاوي بن عبد العزيز. والآن ننتقل مباشرة إلى بيت الوسط مع زميلة ليال بموسى للاطلاع على نشاط رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم. ليال، من هي الشخصيات على جدول لقاءات الرئيس الحريري في بيت الوسط؟ نعم كاترين، الأجواء إيجابية هنا في بيت الوسط واللقاءات مستمرة. هناك زحمة لقاءات بدأها الرئيس سعد الحريري منذ الصباح. اللقاء الأول كان مع رئيس حزب الحوار الوطني الأستاذ فؤاد مخزومي، بعدها النائب نيلة تويني، وبعد سفير بريطانيا وأيضا سفير ألمانيا. وكان والآن وفي هذه الأثناء يعقد الرئيس سعد الحريري اجتماعا يترأسه هو، وهذا اجتماع هو لكتلة نواب المستقبل للبحث في المستجدات الأخيرة وفي إمكانية الوصول إلى بنود تسوية يعني في الأوضاع اللبنانية. يعني اليوم هناك أيضا اجتماعات كاترين مسائية تبدأ مع وفد من الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وتنتهي هذه أو هذا النشاط اليوم ينتهي باستقبالات شعبية. سيستقبل هنا في بيت الوسط الرئيس سعد الحريري الوفود الشعبية للاستماع إلى ما يريدون أن يعني يقولون له. وهذه الاستقبالات هي ليست الاستقبالات الأولى، إنما البارحة أيضا كان هناك استقبال أيضا شعبي في بيت الوسط. وأيضا هناك من المتوقع أن يكون هناك كلمة للرئيس سعد الحريري بعد هذه اللقاءات، يعني عند الساعة 7:30 أو 8 مساء. وهناك يعني الجو الأخير لبيت الوسط هو كما ذكرت أجواء إيجابية، وكما قال الرئيس سعد الحريري أن لبنان سيبقى، الوضع هنا في لبنان سيبقى مستقرا، وهذه هي إرادتي، وأيضا سنكون على قدر طموحات الشعب اللبناني في القرارات التي سنتخذها. هذه هي الأجواء في بيت الوسط كاترين، وسنتابع أيضا مع النشاط. شكرا لك ليال. غرد رئيس لقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في صفحته الرسمية عبر تويتر: يسترسل البعض في الخلط بين النأي بالنفس والحياد. النأي بالنفس هو عدم التدخل بشؤون الدول العربية، وبلوغه يفترض توافقا داخليا وأقليميا، ويبدو أن ملامح بدأت تظهر في هذا المجال. أما الحياد فهي نظرية عبثية يتخلى فيها لبنان عن العداء لإسرائيل فيقبل بالتوطين والاحتلال، والدستور واضح. بعد الإعلان، الحاج حسن في فيينا. أهلا بكم من جديد. اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن في كلمة ألقاها في مؤتمر وزراء صناعة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، أن القوى والأحزاب والطوائف في لبنان اجتمعت واتفقت على تجنيب لبنان أي صراع فيما بينها، وأن هذا التوافق الداخلي لم يرضي أطرافا خارجية حاولت وتحاول ضرب التسوية والسلام في لبنان. نحن نحرص على المشاركة في المحافل الدولية، ونجد في هذه المشاركة ضرورة وفرصة لنقل موقفنا. في لبنان سيتساءل القوى والأحزاب والطوائف اجتمعت واتفقت على تجنيب لبنان أي صراع فيما بيننا. هذا التوافق الداخلي
لم يرضي الأطراف الخارجية حاولت وتحاول ضرب التسوية والسلام في لبنان. إن التضامن الدولي مع لبنان مشكوك، ولقد تجلد وضوح في الأسبوع الماضي وترجم المواقف قوية عبرت عن دعم استقلال لبنان واستقراره السياسي والأمن ودعم حكومته والمسار السياسي الذي لم يهجم وأدى ذلك إلى تجنيب لبنان خطة كبيرة لو استفحلت لكان من الصعوبة تقدير مخاطرها وانعكاساتها. أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن اللبنانيين أظهروا ولا سيما في المرحلة الأخيرة قدرتهم على النجاح الجماعي وقدرتهم على التماسك في وجه الأزمات. كلام باسيل جاء في خلال لقائه الجالية اللبنانية في غوادالوب. والأزمة يلي مرقنا فيها آخر فترة حولناها لفرصة حقيقية وأثبتنا أنه نحن قادرين نعمل وحدة وطنية وقادرين نعمل نضج وطني وحكمة وطنية تخلص الوطن من الشيء اللي مرقت فيه وأظهر الشعب اللبناني إنه هو متماسك ببعضه. وهلا أنتوا بتكون تكملوا هيدا التماسك بإنه يمد لكم إيده وتمدوا له إيده، والطبقة السياسية بلبنان بمعظمها أظهرت هيدا الشيء. هلا أطول الاستثناء يعني بأكد القاعدة، بس عمليا نحن اليوم قدام مرحلة كتير واعدة لكم، ومشان هيك نحن اليوم عندكم. أعلن عضو كتلة المستقبل النائب قاذم الخير بعد اجتماع لجنة الأشغال النيابية أنه في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها لبنان توسعت دكاكين بعض الوزراء وتمادوا في مخالفة القوانين والأعراف المتبعة في وزاراتهم، وأضحت تقديماتهم مخالفة لمبدأ العدالة في التوزيع ومخالفة لاتفاق الطائف في الإنماء المتوازن، حتى أصبح توزيع الزفت رشا انتخابية يوزع بشكل انتقائي بعيدا عن المصلحة العامة، ما أوقعهم في مستنقع الزفت. تقوم وزارة الأشغال بتنفيذ مشاريع خاصة لبعض المحسوبيات من طرقات خاصة وساحات خاصة، والمواطن المناوي والبلديات يشاهدون هذا الأمر يحصل في وقت يعاني المواطنون في العبور على الطريق الرئيسي في المنيا، أي أوتسراد عرمان العبدي الأمرين. إن تسخير وزارة الأشغال على أبواب الانتخابات النيابية لأطراف سياسية معينة بتلزيمات التراضي هي مخالفة صارخة للقوانين والأعراف في ممارسة سلطة الوزير على مقدرات الدولة. نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضع حد لهذه الممارسات وإنصاف المناطق المحرومة وإعلاء المصلحة العامة على مصالح البعض الخاصة. بعد الإعلان مراسم التنصيب تشعل صدامات. أهلا بكم من جديد. صرح داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأن لديه نشاطات ذات طابع حواري مع نظراء له من 12 دولة إسلامية وعربية ممن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقال دانون في حوار أجرته معه صحيفة يديعوت أحرونوت إن بعض هؤلاء السفراء كانوا يتنقلون من مكان لآخر بمجرد مشاهدتهم له في أروقة الأمم المتحدة، أما اليوم فيصافحونني ويتبادلون العناق معي. كما كشف الدبلوماسي الإسرائيلي أن بعض هؤلاء السفراء يتعاونون معه من وراء الكواليس ويعرضون عليه مبادرات مشتركة. وتابع دانون قائلا رغم أنهم لا يصوتون لصالحنا في الأمم المتحدة إلا أنه بإمكاننا القول إننا نقيم معهم علاقات عادية. وإذ لم يذكر اسم أي من الدول أشار إلى أن العقبة التي تقف أمامه هي إخراج هذه اللقاءات من الغرف المغلقة إلى العلن. أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع أنصار للمعارضة والحزب الحاكم على حد سواء صباح اليوم في نيروبي قبيل مراسم تنصيب الرئيس أوهورو كينياتا. ووقعت الحوادث في محيط مدرج مكتظ كان يحاول أنصار الرئيس الدخول إليه لحضور حفل التنصيب، وفي منطقة بجنوب شرق المدينة حيث كانت تنوي المعارضة التجمع. كان في هذه النشرة إضراب المعلمين في المدارس الخاصة جزئي والتوجه نحو التصعيد. خلينا نتروى شوي
وما حدا يهدد أنه أنا بسكر المدرسة. فضل الله، ملف جي دي أس وتلزيمات الخلوي في عهدة القضاء. شيلوا علاقة بشركة جي دي أس اللي مطعون بقرار الوزير اللي أعطاها هذا يعني هذا النهر من المال. عون نعمل على تعزيز علاقات لبنان بالدول العربية. وفد الحكومة السورية يصل جنيف غدا. ختام هذه النشرة، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.